بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم أعزائي طلاب التربية الخاصة في مقرر فنيات التوجه والحركة ومهارات الحياة اليومية. نتناول في محاضرة اليوم تنمية الحواس المتبقية لدى الكفيف، ونتحدث في محاضرة اليوم تحديدا عن تنمية حاسة التذوق. يتوقع إن شاء الله بعد انتهائك من هذه المحاضرة أن تتعرف أهمية حاسة التذوق للمعاقين بصريا، تجري بعض التدريبات اللازمة لتنمية حاسة التذوق. حاسة التذوق وثيقة الصلة بحاسة الشم، فالإنسان يشم ويتذوق في آن واحد، وتنمية إحدى الحاستين ينعكس بشكل إيجابي على الأخرى. ولقد تناولنا في المحاضرة السابقة تنمية حاسة الشم وكيف يتم ذلك من خلال تدريبات مختلفة. تنمو حاسة التذوق عند الأطفال حديثي الولادة عند سن 15 شهر تقريبا، ويستطيع الطفل أن يميز بين المذاق الحلو والمذاق المالح، ويمكن أن تظهر استجابته من خلال تعبيرات الوجه بقبوله لهذا المذاق أو رفضه لغيره. الأطفال الذين يتناولون الأطعمة ذات الطعم الحلو فقط سوف يستمرون في تفضيلها، لذا فمن المفيد تعويدهم على تعرف الأطعمة ذات المذاقات المختلفة. حاسة التذوق هامة للطفل المعاق بصريا لأنها سبيله للاتصال بعالم الواقع من المأكل والمشرب. حاسة التذوق تساعد الطفل المعاق بصريا على تكوين مفاهيم تتعلق بطعم المواد المختلفة مثل الحلو والمر، الحار والحامض، ويربط بين هذه الأشياء ومسمياتها مما يساعده في حياته اليومية. خطة تدريب حسي لتنمية حاسة التذوق، المهارة تعرف المذاقات. الهدف من هذه الخطة أن يتعرف المعاق بصريا على المذاقات المختلفة، حامض وحلو ومر وحار. الأدوات: الحامض كالليمون، الحلو كالسكر، المالح كالملح، المر كالقهوة، الحار كالفلفل الأسود. النشاط: اجعل المعاق بصريا يتعرف الأشياء التالية مستعين بحاسة التذوق، ونعرض عليه الليمون، السكر، الملح، القهوة، الفلفل، ثم نسأله عن طعم هذه الأشياء. في هذا التدريب راح نحاول أن نعرف الشخص الكفيف أو ذوي الإعاقة البصرية على عدد من الفواكه. هنا لابد من معرفة خصائص كل فاكهة، إما من خلال الشم أو من خلال الملمس أو من خلال تذوق الفاكهة. فعندنا أكثر من صنف، سبيل المثال الموز، الموز له ريحة، وأيضا من خلال حجم أو من خلال شكل الفاكهة. فالموز عبارة عن حجم طويل، البرتقال على سبيل المثال شكل دائري، الملمس أيضا له ريحة. نوع التفاح، التفاح أيضا ما في ريحة ولكن من خلال الملمس من خلال الحجم. ممكن الشخص ضعيف البصر يستطيع يميز بين الألوان أو اللون يساعده في معرفة الفاكهة. أيضا العنب، العنب تعتبر عن عنقود عنب في عدد من الحبات وكلها بأحجام صغيرة من خلال الملمس أيضا من خلال التذوق. الفراولة أيضا الحجم والملمس خشن وأيضا صغير الحجم. النقطة الأساسية هي التذوق، يعرف طعم كل فاكهة، وراح يبدأ تذوق هذه الفواكه أساس يميز بين الفواكه. في بعضها ذات طعم حلو وبعضها ذات طعم حامض، ولذلك عند شرحك أنت للمواد لابد أنك توضح مثلا الموز فاكهة حلوة، العنب فاكهة حلوة، الفراولة أيضا، التفاح فاكهة حلوة، بينما البرتقال يمكن طعمه حامض شوي، نوع العنب برضو بعض الأنواع من العنب تكون حامضة.